هيا بنا نستمع إلى الدرس. أراد أحمد أن يستشير أمه في هذا الأمر. قالت الأم: كيف حدث ذلك يا بني؟ تترك صديقك مقابل حرمانك من كعكة سكر؟ هذا أمر عجيب لا يحدث بين صديقين. عليك أن تهاتف صديقك يوسف وتتحدث معه، ولا تقاطعه ولا تذكره بما حدث، فهذا شيء بسيط لا يستحق أن تتذكره. قفز. تمام، أراد هنا أحمد أن يطلب الرأي ويستشير أمه في هذا الأمر أي الشأن. هنا يا أحبابي استراتيجية المعاني المتعددة في الدرس. هذا أمر عجيب، كلمة أمر هنا معناها شأن وجمعها أمور. أما إذا قلنا ينفذ الجنود أمر القائد فكلمة أمر هنا معناها طلب وجمعها أمور. هنا أي شأن عجيب لا يحدث بين صديقين. عليك أن تهاتف صديقك يوسف وتتحدث معه ولا تقاطعه، أي لا تخاصمه، فقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهجر والخصام والبعد. ولا تذكره بما حدث، فهو شيء بسيط لا يستحق هذا. بعض المفردات: يستشير يطلب الرأي، حرمانك منعك، أمر معناها شأن، مضاد تقاطعه تصالحه. نستمع معا للدرس. أحمد سعيدا كي يتصل تليفونيا بصديقه يوسف، لكن التليفون كان مشغولا. أسرع أحمد سعيدا. لماذا أسرع أحمد سعيدا يا أحبابي؟ لأنه وجد الحل وهو ذهب لكي يتصل هاتفيا بصديقه يوسف، لكن الهاتف كان مشغولا وقرر المحاولة أكثر من مرة. بعض المفردات: جمع سعيد سعداء، كي يتصل، هنا إعراب يتصل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه سبق بكي. لماذا كان الهاتف مشغولا؟ سؤال: لماذا كان الهاتف مشغولا؟ الإجابة: لأن يوسف كان يحاول أن يتصل بصديقه أحمد في نفس الوقت. نستمع معا إلى الدرس. كرر أحمد المحاولة أكثر من مرة، ولكن التليفون مشغول. وفجأة دق جرس التليفون. كان المتحدث يوسف. قال: مرحبا يا صديقي أحمد، لقد أخطأت، لم تكن الكعكة حلوة كما أعرفها. أنت صديقي دائما، صداقتك هي الأحلى والأغلى. وفي الصباح وقف يوسف أمام منزله في انتظار سيارة المدرسة، وهو يتحسس حقيبته ليتأكد للمرة الألف من أن هناك كعكتين من السكر، واحدة له والأخرى لصديقه أحمد، وقد قطع عهدا على نفسه بألا يحدث ذلك الموقف مرة أخرى. فصداقة أحمد تساوي 1000 كعكة سكر.